مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلتي العزيزه مريم، وكل التحيه والتقدير للزميل العزيز احمد سمير وجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد زي ما انت قلت طبعا التدريبات مستمره والاستعداد للشوط الثاني ان شاء الله باذن الله في استاد القاهره بحضور 30,000 مشجع. ان شاء الله باذن الله يكون اليوم البصمه الكبيره مع التحضيرات الفنيه الحقيقه القويه جدا لمستر كولر مع كل لاعبي النادي الاهلي. في جديه كبيره جدا معتاده في هذه المرحله، زي ما بنقول تحدي كبير جدا، وعندنا مشوار قوي خلاص بقى، يعني الاجازه انتهت وكل الامور الماضيه انتهت. عندنا الفتره اللي جايه لابد يكون في تحضير جيد، لابد يكون في انكار ذات كبير جدا، مين هيكون متواجد، الروتيشن هيكون عامل ازاي، لان في ادوار كبيره هتوزع ان شاء الله على لعيبه النادي الاهلي، لان الضغط كبير. عندنا عدد كبير من المباريات في شهر ابريل، منها مباراه في البطوله الافريقيه ومنها مباراه في بطوله الدوري، عشان كده لابد يكون الجاهزيه لكل لاعبي النادي الاهلي. يمكن النهارده معتاد التدريب المفروض يكون 9:30، لكن يمكن مستر كولر فاجئنا النهارده بمحاضره طويله شويه، يعني من 9 ل 10 الا ربع، محاضره 45 دقيقه بتكون مهمه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، وتحديدا في هذا التوقيت. الراجل اتكلم امبارح على الاخطاء في تدريب الامس، طبق جزء منها في التدريب النهارده كمان. يمكن المحاضره كانت مطوله عشان يكون في تطبيق كامل للشكل العام طبعا اللي هيخوض بيه النادي الاهلي المباراه، التكتيك هيكون عامل ازاي، الوظائف او التوظيف بعض اللعيبه هيكون عامل ازاي. لكن بطمنك يا مريم ومطمن زميلي احمد، الحاله جيده جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، الحاله المعنويه مرتفعه. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات دي تكلل بالنجاح باذن الله يوم الجمعه في استاد القاهره في تمام الساعه 10 مساء. لكن يعني حابين نطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي، الحقيقه يمكن في لقطتين مهمين جدا شفناهم، ويمكن بلغه الجماهير يعني حاجه بتسعد كل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه النهارده شفنا الشناوي بيتدرب تدريبات كوره مع ميشيل ياناكو مدرب الحراس، في حاجات فيها شوتنج، حاجات فيها امور يعني بتدينا اشاره كبيره جدا على الجاهزيه اللي ان شاء الله باذن الله يكون فيها الشناوي. الشناوي قطع شوط كبير جدا جدا في التاهيل، هو خلاص في اخر مرحله من التاهيل ان شاء الله باذن الله، يعني مش عايزين نقول ايام محدده، لكن في خلال هذا الاسبوع ممكن نشوف الشناوي في التدريبات الجماعيه بكل قوه. الشناوي الحقيقه قيمه كبيره جدا فنيه سواء داخل الملعب او خارج الملعب، كل اللعيبه النهارده الحقيقه كانت سعيده جدا جدا بعوده الشناوي. وايضا كمان هنقول خبر الامام عاشور، يعني النهارده ظهور امام عاشور كان متواجد، طبعا هو رابط كتفه، لكن الشيء اللي مطمئن جدا ويمكن خدناه طبعا من رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جاب الله، يمكن امام النهارده هيقوم بجلسه وفي خلال اسبوع ان شاء الله هياخد تدريجي بقى كده في التدريبات الجماعيه ان شاء الله باذن الله. زي ما قلنا عندنا تفاؤل في العمليه ويمكن مش هتطول، لكن اهم حاجه يكون امام جاهز، اهم حاجه يكون جاهز 100% وكل اللعيبه، لان احنا زي ما بنقول اي فقد اي عنصر خلال المرحله القادمه يكون امر صعب شويه، لكن كل الامور الحمد لله طيبه جدا ان شاء الله، سواء الشناوي، امام، ياسر ابراهيم، ايضا كمان كل اللعيبه اللي بتاهل ان شاء الله باذن الله ترجع وتكون مع فريق النادي الاهلي في خلال المرحله القادمه. لينا اسالك كريم، يعني انا بالتاكيد طبعا عارف انه الغيابات والاسماء اللي انت قلتها كلها مؤثره جدا وكلها مهمه جدا وكلها الحقيقه اصحاب خبرات بالتاكيد نحتاجها ونفتقدها على الاقل على يعني على المدى القصير في الفتره اللي جايه، لكن هل في اسماء ممكن تجد على سكواد الاهلي؟ في يعني وسام ابو علي مثلا موقفه ايه؟ هل ممكن يكون قريب من مباراه سيمبا؟ ولو مش مباراه سيمبا، هل لانه الحقيقه كل ماتشات اللي جايه عندنا في ابريل واهمها طبعا مباراه الديربي، ماتش الاهلي والزمالك في الدوري، فبالتالي عايز اعرف منك مين اللعيبه اللي ممكن تكون قريبه انها تدخل ان شاء الله سكواد وتكون جاهزه للمشاركه مع الاهلي؟ بالتاكيد زميلي احمد انت ذكرت وسام، وعايز اقول لك ان وسام جاهز طبيا خلاص، يمكن كان جاهز من المباراه الماضيه، لكن زي ما بقول لك في تاني كبير جدا الدفع باللعيب بنسبه 150% الجاهزيه، لان يمكن وسام الحقيقه ادى اداء طيب جدا خلال المشاركه، ويمكن فقدناه في اكثر من مباراه، لكن بقول لك من خلال الرؤيه ومن خلال التحضيرات ومن خلال التدريبات الجماعيه ان احنا بنشوف وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في القائمه، ومش بعيد يكون مشارك بشكل اساسي في هذه المباراه، لان احنا بنشوف بعض الامور اللي فيها يعني فيها التحامات وفيها قوه، ادينا انطباع شويه ان يمكن وسام جاهز ان شاء الله الدفع بيه من عدمه لمستر كولر المدير الفني للفريق النادي الاهلي. يمكن ياسر ابراهيم ايضا كمان من ضمن المصابين، لكن ياسر يعني خلاص هيعمل اشعه خلال الاسبوع هذا، الاسبوع اللي زي ما قلنا المزق التام بنسبه اكثر من 85%، لكن انت عارف العضله الخلفيه احمد بتحتاج هدوء شويه وبتحتاج ان انت تدي تدريجي بشكل كبير في التدريبات، فياسر يمكن مش عايزين نقول مده، لكن عارفين العضله الخلفيه بيكون فيها يعني استمرار شويه في التاهيل وبيكون فيها تاني شويه. ايضا كمان ديانج، احنا عارفين ديانج كان عامل عمليه الغضروف في الركبه، لكن ديانج الحقيقه يمكن كان في خبر من لحظات وفاه والده، يمكن خلاص تم الاستقرار ان هو يكون يسافر طبعا الى بلده كعاده طبعا الامور الخاصه بهذه المرحله. يمكن ديانج كان ماشي بشكل طيب جدا، ويمكن ادى امس بعض التدريبات بيجري حوالين الملعب بيعمل بعض الجلسات، لكن هو الشيء اللي احنا بنقوله بالنسبه للعيبه اللي هتعود، وسام متواجد، الشناوي عنده فرصه كبيره جدا ان شاء الله يكون متواجد ان شاء الله باذن الله، وامام عاشور بمشيئه الله ان شاء الله رهاننا كبير جدا عليه مع المجهود اللي بيبذل من الجهاز الطبي ان شاء الله باذن الله امام يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. وايضا كمان
سفيان الشناوي. ان شاء الله يا كريم. يمكن في سؤال برضو محتاجين ان احنا نعرفه منك، هل المران هيستمر بكره اليوم الثالث على التوالي، ولا النادي الاهلي يمكن هيدخل في معسكر مغلق مباشره؟ يمكن يا مريم معتادين على المستر كولر ما بيحاولش ان هو يعمل 48 ساعه قبل المباراه، على قد ما هي بتكون 24 ساعه معسكر كافي. تدريب ان شاء الله مستمر غدا يوم الخميس ايضا كمان هيكون التدريب الاخير، ومنها المؤتمرات الصحفيه المعتاده ال 15 دقيقه المعتاده لكل الفريقين سواء سيمبا او فريق النادي الاهلي، ويكون في معسكر يوم الخميس على ان يستعد النادي الاهلي بكل قوه مع كل جمهور النادي الاهلي اللي رهاننا كبير جدا عليه 10 مساء في استاد القاهره. ان شاء الله بطاقه التاهل تكون من نصيب النادي الاهلي على استاد القاهره. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة طلعنا على كل التفاصيل الخاصة بمران اليوم وعلى استعدادات النادي الأهلي لمباراة سيمبا.